بدي اطلب منك شغله. هلا بعرف انه اوكي هلا عملتيها كثير شو هي؟ وطلبوها منك كثير، بس انا بلاقيها فظيعه بس تقلديها. مين؟ وعبالي تقلدي لي اياها بس هيك. مين؟ الله يرحمها الراحله فاتن حمامه، تقلدي لي اياها كرمالي بس، لانه كثير فظيعه. وانت تطلب، لما تطلب انا على طول انفذ. ما اقدرش الست دي، عارف في البرنامج الدانسينج وذ ذا ستارز كان نفسي ارقص على تشارلستون والحاجات دي، لكن ما لحقتش. ما لحقتش. كثير بتنطلب. مش معقول، لان بس هلا اكيد عم بتطلع لانه مخبيين الافخاد مبينه من فوق، مع الافخاد مش ما لا ما كناش بنلبس كده. انا مين؟ لا فظيعه. عبالي هيك تعملينا مثلا مثل مدلي تقليد اصوات لشخصيات لاول مره هيك على التلفزيون بنشوفها. شو رايك؟ وخلي شادي يحزر مثلا كل شخصيه، مين شو رايك نعملها؟ ايه هلا هو في ناس كثير بتركز على موضوع الصوت عادل. ايه؟ يعني مرات انا صوت بده يخونني. بس هي التقليد هو كومبينيشن بين كل شيء، كاركتر او الشخص كيف بفكر، الاتيتيود، الموضوع اللي بدي داوله. بقى مش الناس انه بتعرف شو بصيروا يعملوا بخبروني. ما معقول منغمض عيوننا كانك انه لا مش دائما بيزبط الصوت يعني. هلا طيب بدك نبلشها؟ اوكي. ايه بدك على القاعد ولا على الواقف؟ مثل ما بترتاحي انت على القاعد. طيب رح نبلش. شادي لازم يعرف. هلا بدي التهم الناس باجري. ايه لا لا خليك قاعد. ايه جاي وقفي شوي، وقفي شوي. يا سلام. وين الانتداب يجي يحاسبك؟ يلا جاهزة؟ ما رح اقول لك الاسم. لا شادي بده يحذر. شادي كان بدي اقول لك انه وجودك بالبرنامج حلو وعم تعطي اضافه مثيره. ما بعرف محتاره ضايعه اذا الاثاره هالايام بهالمواصفات. ما بعرف انا بحط لك 4. هاي موهبه. لا مين مازن كيوان. مازن كيوان ما بعرف. مازن لانه فجاه طلب تغير لوجه له الحديث لإله. بدي اقول لك شغله يا عادل، صحيح عندك اتو كثير حلو الك. شايفها بوجهي الك من سنه ال 95. ميرا ميرا ميرا. كفي كفي. بدي اقول لك شغله، مش بس هيك، هي مش بس اسمها ميرا، هي اميره. فظيعه. بدي اقول لك شغلي. شوف يا عادل، اول شيء بدي اقول لك يسلم لي قلبك شو حنون. بدي اقول كلمه الحق، الفنان لما يشحد حب الناس ما بيكونش فنان. نجوى كرم. وبقول للناس صوتوا لفنانكم اللي بتحبوه ليضل على التلفزيون. هذه شرارة. مين؟ الشرارة؟ هذه شرارة. بتعرف تقدير الشرارة؟ يا اخي شو بدي لك؟ بدك على الخبر يا اخي زناك يا اخي، مش معقول يا اخي. روحي بتكون نمبر 1 يا اخي، بترجع بتطلع يا اخي. خلص صرت نفسك يا اخي خلص. خلص يا اخي ما واضحة من الأول يا اخي، بدك في سدين لتهضم يا اخي. خلص. هلا يا خيي. شو؟ يا خيي يا خيي. طب هو اجمالا الكاركتر بدك تقلديه بده يكون شيء كاريكاتير فيه بقى، مش هيك؟ او بده يكون كثير رايق. هلا رايق مثل مثلا مثل ستريدا؟ ستريدا بهالمناسبة اسمح لي عادل، اكيد طبعا اكيد اكيد طبعا اني اشكر كل زملائي اللي موجودين بالبلو روم حاليا. واكيد طبعا بهالمناسبه كمان اسمح لي اني اوجه تحيه لاهل جبه بشري. طب ليك بونيتا انا بتقلد معي؟ بتلاقيني مثلا هين اتقلد؟ انه ما جربت اشتغل عليه. بدك تركزي شي نهار علي؟ ما بدك تركيز، بس ما فكرت يعني. ما فكرت فيه. لانه ما في كثير شيء كاريكاتوري. بتضحك كثير.
طيب شكرا بونيتا، اهلا وسهلا فيك. بتضحك. طب انت شو بعمل بتضحكيني؟